الأستاذ منير سليمان الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا يا فندم. مساء الخير على حضرتك. وخلينا في البداية نتكلم على أن الدولة يعني في الفترة الأخيرة اتكلمت عن زيادة في المعاشات بداية ب 300 جنيه، فكلمنا أكتر على فكرة الزيادة وبتتحسب إزاي. يعني ال 300 جنيه دي هي يعني مرحلة أولية، طبعا كل ما كان المعاش أعلى هيكون بتزيد الزيادة اللي أقرتها الدولة، ولا الموضوع ماشي إزاي؟ شوف حضرتك، ال 300 جنيه ليست علاوة مضافة على المعاشات، ولكن هي منحة مستقلة، منحة كل صاحب معاش هياخد ال 300 جنيه شهريا باستمرار على معاشه اليوم وغدا وبعد غد وهكذا. بالنسبة لمستحقين المعاش، فإذا كان عدد مستحق المعاش هو الجارس المعاش عن صاحبه الأساء الرئيسي، في الحالة دي بحسب ال 300 جنيه منهم طبقا للأنظمة الموجودة في القانون بتاع المعاشات. يعني ايا كان قيمة المعاش بتاعتك او بتاعك انت، ال 300 جنيه دول لكل الناس، يعني ايا كان بتاخد كام هي منحة من الدولة فقيمتها ثابتة للكل. بالظبط كده، ولكنها يعني ليست زيادة في الحد الأدنى للمعاشات أو في المعاشات نفسها. ليست زيادة ولكنها منحة. طيب هل حضرتك شايف المنحة دي يعني بالنسبة لأصحاب المعاشات هي جت في وقتها، أو هي فعلا هتفرق، ولا يعني ال 300 جنيه دول تأثيرهم هيكون إيه؟ يعني قصة 300 جنيه في حد ذاتها يعني إيه؟ بس كانت مطلوبة ومطلوب منها ومطلوب أكثر منها بكثير جدا، ولكن قياسا بالأسعار والزيادات المستمرة في الأسعار والارتباط في قيمة الجنيه المستمر يوم بعد الآخر وزيادة نسبة التضخم، بتعتبر 300 جنيه لا تذكر بالنسبة للمعاشات المتدنية اللي بتاخدها أصحاب المعاشات. فبالتالي حضرتك شايف إن هي نسبة يعني مش مؤثرة. لا مش مؤثرة، يعني هقول لحضرتك حاجة، يعني النهارده الجهاز المركزي للتعبئه العامه للاحصاء اعلن نسبه التضخم عن الشهر السابق اللي هو شهر اكتوبر 2022، زادت عن شهر سبتمبر بحوالي 3%. هذا شيء مؤثر لزياده الاسعار. طبعا البنك المركزي اعلن نسبه التضخم بحوالي 19، كانت من طول الثلاث اشهر حوالي 15، وزادت بنسبه 4%، كل ده على حساب صاحب المعاش. فاذا اضفت الى كده التخفيض المستمر في قيمه الجنيه المصري، النهارده وصلنا او اتفرجنا على 24 جنيه ونص السعر الرسمي في البنوك، وكان من قيمه في مارس الماضي 18 جنيه فقط، يبقى معناها وفي حوالي 30% زياده في الاسعار خلال هذه الفتره. طبعا ال 300 جنيه لا يمكن ان تكون بس مؤثرا بالنسبه لصاحب المعاش، بل قد يكون معاشه رغم المنحه قد نقص او قل. طيب أستاذ منير، لو هنتكلم على مواعيد صرف المعاشات لشهر ديسمبر المقبل، طبعا بالزيادة الجديدة أو المنحة خلينا نقول اللي الدولة المصرية بتقدمها لأصحاب المعاشات، هتكون إمتى؟ لا هو تم الصرف اعتبارا من شهر نوفمبر، بتتصرف مقدما، يعني شهر نوفمبر تم صرف اعتبارا من 1 نوفمبر، فكل الحاصلين على المعاش أو المستحقين صرفوا اعتبارا من 1 نوفمبر أو المفروض. وفي بعض المشاكل لبعض الناس، لا ولكن سيتم إضافة ال 300 جنيه نوفمبر إلى معاش شهر ديسمبر. هيتم إضافة 300 جنيه نوفمبر لشهر ديسمبر؟ لبعض الناس اللي واجهوا مشاكل من إضافة المعاشات في شهر ديسمبر. مشاكل زي إيه طيب يا فندم؟ لا مشاكل في مكاتب التأمينات، يعني في إضافة المبلغ، ولكن يعني الغالبيه العظمى من اصحاب المعاشات صرفوا مع اول مغالبه ال 300 جنيه. لكن حضرتك بتقول لنا ان في البعض او في نسبه ما اخدوش المنحه بتاعه شهر نوفمبر هياخدوها مع شهر ديسمبر. بالظبط كده.
طيب البداية هتكون من يوم 1 ديسمبر لصرف المعاشات؟ ما هي كل شهر تبدأ من يوم 1 ديسمبر على بطول وزارة التضامن الاجتماعي قبل أول الشهر على لغاية 1000 جنيه بيصرف واحد ما زاد عن 2000 جنيه بيصرف اثنين وثلاثة، يعني تصل من الأمور إلى يوم 5 بيكون يعني إيه تجميع أصحاب المعاشات سنة ومعاشات.